هاي بنات، معكم ميمي من قناة إسوارة. اليوم راح أوريكم كيف نعمل هذه الإسوارة، إسوارة الوردة بالمطاط، وهي إسوارة سهلة جدا وكتير حلوة كمان. فأنا شوي اليوم تعبانة، بس كمان حبيت أعمل لكم فيديو عشان وحشتوني. فأتمنى إنه إن شاء الله التوتوريال يعجبكم، ويلا نبدأ. راح أخذ المطاط اللون اللي أنا اخترته، راح احط المطاطه وراح ابدا من هذه النقطه، بعدين احط كمان مطاطه اخرى، ارجع لنفس النقطه وححط راح احط مطاطه اخرى بهذا الشكل، مطاطه ثانيه من نفس اللون. بعدين هنا راح اغير اللون، انا اخترت الاحمر، احطه بهذا الشكل. راح ابدأ من هذه النقطة واحط كمان، بعدين احط اللون الاحمر كذلك، راح احط مطاطة اخرى من هذه النقطة الى نقطة من الجهات اليمين، احط مطاطة من لون اخر، احط كمان مطاطة ثانية، يعني الألوان على حسب الاختيار، يعني لازم تحصلوا على هذا الشكل. راح أخذ مطاطة لون أصفر، راح ألفها بهذه الطريقة على شكل إكس وأحطها في هذه النقطة. بعدين راح اقلب الآلة علشان الف المطاط. اول شيء راح الف المطاطة اللي فوق، يعني المطاطة الصفراء، المرحلة الموالية اخذ كمان المطاطة اللي فوق والفها على النقطة الموالية، ارجع للنقطة اللي بدأت منها، راح الف المطاطة الحمراء، بعدين المطاطة اللون الاصفر، بدأت لف المطاط من هنا، وبعدين رجعت من النقطة اللي بدأت منها، بدأت ألف بهذه الطريقة. راح نعمل نفس الشيء، راح أخذ الكروشيه وراح ألف هذه المطاط اللي فوق، أخذ كمان نفس الشيء وراح ألف المطاطة اللي فوق، مش اللي تحت دائما، اللي فوق. راح ارجع من النقطة اللي بدأت منها وراح الف مطاطة باللون الاحمر، بعدين المطاطة اللي تحت باللون الوردي كمان نفس الشيء، ارجع الى هذه النقطة وراح الف هذه الطريقة، دائما المطاطة اللي تحت. بعدين راح اخذ القفل على شكل اس او سي او اللي متوفر عندكم، وراح اخذ يعني اعيدها مرة تانية، راح اخذ هذه المطاطات ادخلها في القفل، نحاول ان ندخل جميع المطاطات عشان تتماسك بهذه الطريقة. اتمنى انه يكون مبين عندكم بالكاميرا بس. وبعدين نشيل المطاط من على الآلة،
بهذه الطريقة. لازم تحصلوا على هذا الشكل، راح خليه جانبا، وبعدين راح نحتاج نعمل 5 من هذه الأشكال. فأنا راح أعمل 2، راح أوريكم كيف تعملوا 2، وبعدين راح تعملوا 3 الباقيين. فعملت نفس الشيء، حطيت المطاط بنفس الطريقة، راح تحصلوا على هذا الشكل. وبعدين الشكل اللي أنا حطيته راح أحتاجه مرة تانية، وراح أحطه في هذه النقطة. وراح أقلب الآلة عشان ألف المطاط. أنا راح أخذ المطاطة اللي فوق اللي هي الصفراء، ألفها على النقطة المقابلة لها، كمان المطاطة اللي فوق، راح أرجع للنقطة اللي بدأت منها وراح ألف المطاطة اللون الأحمر، بعدين المطاطة اللون الأصفر، آخر مطاطة. يعني كما قلت سابقا، بدأت من هذه النقطة وبعدين رجعت لهذه النقطة وبدأت ألف المطاط بهذه الطريقة. أجي للوسط، راح ألف المطاطة اللي فوق، مطاطة من اللي فوق، أرجع إلى النقطة اللي بدأت منها، بهذه الطريقة. مطاطة باللون الوردي، هذه آخر مطاطة. وعشان نمسكهم هاخد الكريوشيه، هاخد المطاطات بهذا الشكل، هاخد القفل، هدخلهم بالقفل. يعني لازم نتأكد انهم كلهم يعني دخلناهم بالقفل عشان يتماسكوا. بعدين راح اخد راح اشيل المطاط من على الآلة بهذه الطريقة، لازم تحصلوا على هذا الشكل. دائما لازم نتأكد انهم متماسكين بالقفل. نحصل على هذا الشكل، وأشوفكم لما أخلص الثلاثة الباقين بنفس الطريقة. فقط يجب تتبع الخطوات اللي في الفيديو. راح تحصلوا على هذا الشكل بشكل وردة. وبعدين راح نحتاج نعمل إكستنشن للإسوارة. أنا أخذت اللون أخضر فاتح، في المطاط حوالي 6 مرات او اكثر، يعني على حسب المعصم. راح اخذ وسط الوردة، احطه بهذه الطريقة. راح اقلب الآلة، راح اخذ المطاطة اللي تحت، ألفها بهذه الطريقة. حط المطاط بهذه الطريقة، بعدين راح أحط القفل عشان يتماسكوا، وراح أشيلهم.
وراح احتاج اعمل اكستنشن تاني. راح اقلب الآلة وراح اعمل كمان 6 مطاطات. راح احط الجانب الاخر يعني المقابل لهذا الاكستنشن، احطه وراح اقلب الآلة والف المطاط. بهذه الطريقة وراح اشيل البطاطا وراح اخذ القفل اللي انا وضعته الجهة الاخرى، بعدين نشيل جميع المطاط من الآلة، وهكذا سنكون قد حصلنا على السوارة بهذا الشكل. أتمنى إنه إن شاء الله التوتوريال يعجبكم، وما تنسوا بليز تدعموا قناتي باللايك والشير والسبسكرايب. إلى اللقاء.